فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أردت الاقتراض من البنك فإنه يلزم المقترض أن يدفع 2000 ريال، ويقولون رسوم إدارية. إيه هذا ربا مقدم يسمونه بغير اسمه، يسمونه رسوم، يسمونه ما يصلح هذا. اللي يقرض يحتسب ويقرض الناس ويأخذ ما دفع فقط، أما أنه يقول هذه الرسوم وهذه كيف، هذا احتيال على الربا. نعم.